إيطاليا أونلاين، شركة الإنترنت التي تعود إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وافقت على شراء شركة دليل الهواتف المهني باجينيجالي في سبيل خلق معلن إنترنت رائد. الأطراف بموجب هذه الصفقة هما آسية التي تعطي إيطاليا أونلاين 53% من أسهم الشركة في مقابل 33.8% من رأس مال إيطاليا أونلاين. إيطاليا أونلاين التي تقدم خدمات الإنترنت للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم ستبدأ عرضا لشراء ما تبقى من رأس مال سيات. Dai che li buttiamo giù, dai!